مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح. وعلى بركة الله ينطلق الشوط 11 الخاص للبكار من مسافة 4 كيلومترات، وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة تحضر في هذا الصباح وفي سباقنا المحلي السادس. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المندفعة ومع هذه الشعارات المنطلقة. نبدأ بعد المراكز وننطلق مع البداية مع أول الأسماء. هناك شهب بشعار هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زهرة يتقدم مع البداية ومع أول الأسماء. يقدم لنا شهب ثاني المراكز. وصلت القادمة والمنطلقة من غيرت واحتلت الصدارة واندفعت إلى البداية. هناك الانطلاق الأول من قبل الشيذمان هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، ثالث المراكز. وصلت هنا القادمة والمنطلقة مع ثالث المراكز العدلة لهجن أم الزبار. سعد بن سالم الهولي النعيمي يقدم لنا العدلة مع ثالث التحديات. رابع المراكز وصلت شوشرة لهجن أم الزبار. عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتقدم هنا بن سلامة من حضر وتواجد في هذا الصباح مع الشوط الرئيسي. من قدم لنا طوع المحنك يقدم لنا شوشرة مع رابع إلى أسماء. خامس المراكز وصلت القادمة مع خامس إلى أسماء. رهف لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم لنا رهف مع خامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى البداية وإلى أول الأسماء وأول التحديات. هناك الشيذمان على الصدارة، هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم مع الشيذمان، ولكن العدلة غيرت وانطلقت إلى الصدارة. هجن أم الزبار، سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، وثالث إلى أسماء. وصلت رهف، رهف قادمة بشعار هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. ورابع الأسماء القادمة والمتقدمة شوشرة لهجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، وخامس الأسماء شهب هجن أم الزبار. حمد بن سالم بن زهرة يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات لم يحموا عند دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع البداية مع أول الأسماء. رهف، رهف تغير إلى الصدارة. هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير الوحش يتقدم مع أول الأسماء ويحضر مع أول التحديات مع رهف. ثاني الأسماء وصلت شوشرة هجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري المحنك مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصلت العدلة لهجن أم الزبار، سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. رابع المراكز شهب هجن أم الزبار، حمد بن سالم بن زهرة يتقدم مع رابع إلى أسماء ورابع التحديات. خامس المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع خامس التحديات. وصلت هنا المندفعة والمنطلقة مع خامس المراكز. وصلت هنا شقف هجن أم الزبار، سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي يتقدم مع شقف مع خامس المراكز. ولكن أرى الأسماء والشعارات، وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، ولكن أعود إلى البداية وإلى أول الأسماء. أعود مع رهف، رهف هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم
تقدم مع رهف مع البداية مع اول المراكز مع اجواء الكيلو متر الاخير والخطير. وصلت القادمة شوشرة هجنم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري ثالث المراكز. وصلت الغزالة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع الغزالة مع ثالث الاسماء. رابع المراكز الشبلة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. ولكن اعود مع الصدارة اعود مع البداية رهف 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 مع الفوز مع الانتصار هجن مزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم الوحش مع رهف ثاني الاسماء. وصلت شوشرة هجن مزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مع ثانية الاسماء ثالث المراكز الغزالة. ولكن اعود مع البداية اعود مع المقدمة مع رهف. رهف بدون اي منافس واي منازع على الاطلاق رهف بشعاري هجن مزبار مبارك بن محمد بن صرير الوحش يتقدم مع رهف. تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات لهجن مزبار. ونهني مبارك بن محمد بن صرير من قدم لنا رهف. ها هي رهف منتزع الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والناموس لهجن مزبار. ونهني مبارك بن محمد بن صرير من قدم لنا رهف بهذا الاداء المميز. ثاني الاسماء. وصلت الغزالة بشعاري هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل ثالث المراكز. شوشرة هجن الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري رابع المراكز. الشبلة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل وخامس المراكز. وصلت الطيارة بشعاري هجن الزبار جابر بن علي النجم المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهانينا تهانينا والناموس لهجن الزبار على فوز رهف. هو ملخص لحظة وصول رهف الى خط النهاية والتوقيت الزمني ولحظة وصولها. كان التوقيت الزمني 6 دقائق 6 دقائق 9 ثواني 33 جزء من الثانية. تهنى ناموس لهجن الزبار على فوز رهف. ونهني مبارك بن محمد بن صرير ثاني المراكز. وصلت فيه الغزالة بشعار هجن الشحانية والتوقيت الزمني ولحظة وصول الغزالة الى خط النهاية 6 دقائق 15 ثانية و63 جزء من الثانية. تهنى ناموس لهجن الشحانية. ونهني جار الله بن محمد بن عقيل البرنس من قدم لنا الغزالة من احتل الثاني المراكز. ثالث الاسماء. وصلت شوشرة بشعار هجن الزبار 6 دقائق 15 ثانية و93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الزبار. ونهني عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحنية. ويتواصل الزميل الوليد الغامدي. إذا